أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين. منذ وصلت الطائرات الروسية إلى سماء سوريا راحت بعض التحليلات تقول إن الهدف هو ليس فقط ضرب داعش والإرهاب ومساندة الجيش السوري، وإنما أيضا التخفيف من الحضور الإيراني في سوريا. الواقع أن المعلومات التي لدينا تؤكد أن إيران هي التي ساهمت مساهمة فعالة في إقناع الروس بالانخراط عسكريا وعلى نحو مباشر، وأن التنسيق بين البلدين ومع الدولة السورية هو اليوم في ذروته، ومع طرح الروس بعض أفكار الحل السياسي ومنها الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإشارات الرئيس بشار الأسد الموافقة على ذلك، خصوصا بعد عودته من الزيارة المفاجئة إلى موسكو، تطرح أسئلة كثيرة الآن عن الأهداف الروسية والإيرانية في سوريا ومدى التفاهم على كل الخطوات العسكرية والسياسية، خصوصا مع اجتماع فيينا المرتقب هذه الجمعة بحضور إيران ودول المنطقة. إيران للمرة الأولى تحضر هذه الاجتماعات. سنعالج هذا في القسم الأول من البرنامج الليلة، لكننا سنذهب أبعد من ذلك. سنحاول معرفة أسرار هذه العلاقة الروسية الإيرانية، المصالح الكبيرة المشتركة بين البلدين من بحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط ومن آسيا الوسطى والقوقاز، حيث يتشارك البلدان القلق من التيارات الإسلامية المتطرفة والإرهابية، مرورا بأفغانستان وصولا إلى العراق وسوريا. طبعا سنفهم أكثر في هذه الحلقة لماذا هذا التحالف بين البلدين مصيري، ولماذا تطمحان لرفع مستوى التبادل التجاري إلى أكثر من 40 مليار دولار بالرغم من الحذر التاريخي بينهما. هذا التحالف يحمل في ثناياه أيضا رغبة فعلية عند موسكو وطهران لإقامة عالم متعدد الأقطاب ووقف الهيمنة الأمريكية والأطلسية الأحدية على هذا العالم. يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة كلا من دكتور طلال عتريسي الباحث في الشؤون الإقليمية معنا هنا في الأستوديو. أهلا وسهلا بك دكتور. من موسكو أرحب برجب صفوروف مدير مركز دراسة إيران المعاصرة، ستعلمون كم أنه خبير بالشؤون الإيرانية. ومن طهران أيضا معنا خبير مهم الدكتور عوض حيدر بور عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني. أهلا وسهلا بكم جميعا لهذه الحلقة من لعبة الأمم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وأهلا بضيوفي الكرام. سنبدأ مباشرة من طهران لأنه الليلة في خبر مهم جدا في فيينا، لقاء إقليمي ودولي حول سوريا الجمعة. للمرة الأولى ستحضر إيران بوفد مهم من وزارة الخارجية برئاسة وزير الخارجية، ستكون إلى جانب السعودية وتركيا وروسيا والولايات المتحدة وربما أيضا مصر والعراق ولبنان. تقول المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن إيران ردت بالإيجاب على الدعوة الأمريكية، وإن الذين سيرافقون السيد جواد ظريف هم حسين عبد اللهيان وعباس عرقتجي ومجيد تخت رواتشي، وهم نواب وزير الخارجية. وكانت طبعا أيضا كانت السعودية قالت إن هذا الاجتماع سيكون اختبار لإيران. دكتور عوض حيدر بور أهلا وسهلا بك. يعني ما الذي استجد لكي نرى بعد يومين إيران والسعودية على طاولة واحدة إلى جانب هذه الدول الكبيرة دوليا وإقليميا حول المسألة السورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلال السنة الماضية قد شهدنا تغييرات كبيرة في المنطقة، حيث أن الروس بعد عدة عقود قد قرروا أن يشاركوا في سوريا
وبدعوة من الرئيس بشار الأسد ومن الحكومة السورية، وقرروا أن يساعدوا الحكومة الصديقة لهم. وهناك موضوع آخر يمكننا الانتباه إليه، وهو أن الإرهابيين الذين كانوا في هذه المنطقة قد باتوا شيئا فشيئا يعودون إلى بلادهم، وبالواقع في مناطق القوقاز وغيرها من المناطق الروسية سوف يجدون مشاكل في تلك المناطق. وتزامنا مع ذلك شهدنا تشكيل ائتلاف في سوريا، وهو الائتلاف الأمريكي الذين كانوا يريدون من خلاله أن يواجهوا داعش، ولم يكن هناك أي انتصار لهذا الائتلاف. لذلك قد وصلت الدول في المنطقة إلى أن تعزز مقاومة داعش من خلال تقوية العلاقات أو التنسيق مع روسيا مع سوريا عفوا. ولكن يا سيد بور، يعني عفوا شكرا على المقدمة، ولكن لم أفهم ما الذي استجد بين إيران وبين السعودية لكي يجلس البلدان الآن على طاولة واحدة؟ من الذي تنازل بنهاية الأمر؟ هذا ما كنت أود الإشارة إليه، وهو بمجرد أننا قد شهدنا هذه التغييرات في المنطقة، ومن ناحية أخرى نشاهد أن جزءا كبيرا من هؤلاء الإرهابيين والدعم الذي يقدم لهم هو من ناحية السعودية، والسعودية قد دخلت هذه المعركة وبشكل جدي هي تدافع وتدعم الإرهابيين. وبعد أن تم تشكيل هذا الائتلاف الجديد كان هناك مسعى من أجل أن يكون الحل الوحيد في سوريا هو الحل السياسي، وهذه ودول المنطقة ومن بينها أمريكيين قد أثبت لهم هذا الحل، ولذلك هم يسعون نحو إيجاد هذا الحل، ونحن سوف وقد قرروا أن يكون هناك جلسة في فيينا، ويريدون من خلال هذه الجلسة أن يجمعوا الدول الجوار مع سوريا والدول الداخلة معهم في الائتلاف كي يتحدثوا عن سوريا. ومن بين هذه الدول التي كانت مع أمريكا هي السعودية، لذلك وأيضا سوف تشارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة الدكتور ظريف في هذه الجلسة بدعوة من الولايات المتحدة. ومن الطبيعي أنه يعني فهمنا أنه ومن الطبيعي أن السعوديين سوف يشاركون في هذا في هذه الجلسة، ونحن نعتقد أن الغرب والدول الأوروبية هي أيضا مثل إيران وروسيا قد قبلت وصدقت بأن الحل الوحيد للموضوع السوري سوف يكون من خلال المفاوضات، وأن حل المشاكل السياسية لا يحصل من خلال الخيار العسكري. وأعتقد أن السبب الأساسي هو أنهم قد وصلوا إلى هذه القناعة وصدقوا ما قالته الجمهورية الإسلامية وما قالته روسيا، حيث أن الحل الوحيد للأزمة السياسية هو المفاوضات، والحل العسكري لا يمكن أن يفيد في هذا الموضوع. على كل حال وصلت الفكرة يعني بنهاية الأمر أنه اقتنعت السعودية واقتنع الجميع أنه لابد من حل سياسي. دعنا نفصل أكثر مع ضيفنا من روسيا السيد رجب سافوروف. فقط اسمح لي سيد رجب سافوروف أن أعرف بك ولو بشكل سريع. حضرتك من مواليد طاجكستان، وتخرجت من جامعة موسكو، وتم انتخابك في العام 94 في موسكو لتكون أول مدير لمعهد السياسة والأعمال لبلدان آسيا الوسطى. ويعني لن أعدد كل طبعا التفاصيل والمهام، ولكن الأهم بالنسبة لي في العام 98 أضيف اسمك ضمن أفضل 100 خبير في السياسة من قبل المركز الأمريكي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، ومن ضمن أفضل 4 خبراء في الشؤون الإيرانية. من هذه الخبرة أود أن أسألك الليلة عن اجتماع فيينا، ما الذي استجد؟ هل بدأنا ندخل فعلا بالحل السياسي حيث نرى السعودية وإيران الآن على طاولة واحدة مع دول الإقليم ودول العالم أمريكا وروسيا؟
ذلك الطبيعي، فإن أوضاع العالم قد تغيرت، وإن موضوع حل البرنامج النووي قد وصلت إلى مكان ما ويجب أن تحل. ومن ناحية أخرى، الأمريكيون ودول الغرب قد وصلوا إلى أنه إيران هي دولة ولاعب قوي في هذه المنطقة، ولا يمكن أن يحل أي موضوع بدون أن تكون دخيلة فيه، سواء في العراق أو سوريا أو غيرها من دول المنطقة. وإيران الآن هي دولة قوية على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي، وعدم احتساب هذه القوة وعدم أخذها بعين الاعتبار لا يمكن أن يساعد في حل هذه الأمور وهذه المشاكل. لذلك من ناحية روسيا، وروسيا في السابق كان لها هذا الرأي، وكانت تقول أن إيران يجب أن تشارك وأن يكون لديها تعاون في مجال حل الأمور والمشاكل العالقة في سوريا والعراق. ولكن أمريكا كانت تتأثر بالتعاون مع السعودية وقطر وتركيا، وكان لديها تعاون مع هذه الدول، ولم يكن لديها أي رغبة في أن تدخل دولة قوية مثل إيران في ساحة الحلول. ولذلك كان عليهم أن يعترفوا بقوة إيران، ولم يكونوا مستعدين أن يقوموا بهذا الأمر بأي شكل من الأشكال. من ناحية أخرى، المجتمع الدولي كان في ظروف يعمل فيها ضد إيران، ولكن الآن تغيرت الأمور وبات الغرب وأمريكا يريدون أن يتعاونوا ويتعاملوا مع إيران، وقد وصلوا إلى حل نتيجة مفادها أن إيران يمكن أن تساعد في حل أمور أساسية كبيرة، أمور سياسية وأمور جيوسياسية، ويريدون بشكل طبيعي أن يستفيدوا من إيران في هذا الأمر، وهو أمر طبيعي ومنطقي. طيب دكتور طلال، يعني نحن مع ضيفين بحاجة للترجمة طبعا، وأيضا بعض الكلام الدبلوماسي كأنه أفهم، يعني حتى الآن برأيك، يعني لكي نتحدث بصراحة أكثر، ما الذي حصل لكي تجتمع كل هذه الدول مرة واحدة في فيينا الآن ونبدأ الكلام عن حل سياسي جدي؟ وهل بدأ الحل؟ يعني هل يمكن أن نقول أن السعودية وإيران الآن بدأتا تتفقان على حل سياسي فعلي في روسيا؟ وكيف ستكون طبيعة هذا الحل في سوريا بالأحرى؟ أنا أعتقد أنه ما كان مطروح سابقا قبل الاجتماع في فيينا يوم الجمعة لم يكن منطقي ولم يكن طبيعي من جانب المملكة السعودية. يعني رفض حضور إيران ورفض مشاركة إيران في أي مفاوضات، علما بأنه كل العالم يعرف ويؤكد أنه يجب أن تكون إيران حاضرة في أي مفاوضات، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعرف ذلك وتؤكد ذلك. لكن كان هناك محاولة لتكرار تجربة جنيف واحد، أنه عدم دعوة إيران باعتبار أنه إيران ليس لها شأن في الملف السوري، في حين أنه يعني سابقا كل الاتهامات لإيران بأنها هي يعني شريكة أساسية من المشكلة وشريك في الأزمة السورية. أنا أعتقد يعني بحسب بعض التقارير أنه كان هناك محاولات يعني لشن هجوم واسع في الأسبوع الماضي لعله يغير هذا موازين القوى. من قبل مين؟ من قبل يعني الجيش الإسلام أو زهران علوش، الذي يرتبط يعني مباشرة بالمملكة السعودية، باعتبار أنه ممكن يشكل قوة زخم قوية ممكن تغير المعادلات. لكن فشلت هذه العملية، ويعني بعض التقارير تقول بأنه الطيران الروسي غير اتجاهه بسبب هذه المحاولات. ربما يكون هذا من الأسباب التي جعلت يعني السعودية تتراجع. وأنا سمعت خبر يعني قبل المجيء إلى هنا أنه عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أعلن أنه الحرب في اليمن يعني وصلت إلى نهايتها، أو بمعنى أنه ستنتهي الحرب في اليمن. حال مؤشرات الحل السياسي في اليمن واضحة، بدأت كأنه جدية. هذا يعني ليس مفصول عن هذه الرؤية أو قبول مشاركة إيران. طبعا الغطاء هو أنه مشاركة أكثر من دولة، يعني حتى لبنان هو سيكون شريك. لمقايضة إيران سعودية يمن سوريا، يعني أنا أعتقد أنه وقف الحرب حلول كاملة على الأرجح سيكون بحث في أكثر من ملف.
خصوصا انه المملكه السعوديه في اليمن يعني وقف الحرب انا اعتقد انه لمصلحتها يعني ليس مكافاه للمملكه السعوديه، لانه هناك تورط لم يؤدي الى اي نتيجه حقيقيه، لم يؤدي الى اي تغيير استراتيجي في اليمن. انا اعتقد ايضا انه الدخول الروسي اصلا على خط المعركه العسكريه المباشره هو اللي دفع عمليه السلام والتفاوض في سوريا قدما الى الامام، وليس لفتح معركه مع الولايات المتحده الامريكيه. هو الاكيد للحل السياسي بعد الحرب، ولكن السؤال المطروح حاليا اي حل سياسي؟ لانه خصوم طبعاً ايران وخصوم النظام السوري يقولون الحل سيكون بابتعاد الرئيس بشار الاسد حتى ولو بعد فتره، بينما حلفاء حتى الان لم نرى منهم اي كلام الا تاييد لبقاء الرئيس الاسد. هذا ربما هذا موضوع التفاوض، يعني الطرف الاخر يرفع سقف التفاوض، المملكه السعوديه تحديدا هي اكثر من يرفع سقف التفاوض بانه لا بقاء للرئيس الاسد. البعض يقبل بمرحله انتقاليه، الخلاف هو حول مدى المرحله الانتقاليه، الخلاف ايضا حول الانتخابات الرئاسيه المقبله، هل سيشارك الرئيس الاسد ام لا يشارك الرئيس الاسد. حلفاء النظام في سوريا طبعا هم يعتبروا أنه يجب أن يشارك الرئيس الأسد في الانتخابات حتى لو اتفقوا على المرحلة الانتقالية، يعني الأهم هو مشاركة الرئيس الأسد في الانتخابات المقبلة. أنا أعتقد هذه المسألة المهمة التي يعني ستكون عقدة التفاوض، في حين أنه حكومة يعني وحدة وطنية عند خصومه أنه إذا ترشح قد يفوز، قد يفوز، لأنه هناك بعض التقديرات التي تقول بأنه حوالي 15 مليون سوري لا يزالوا تحت سلطة الجيش السوري. صحيح. والهجرة الداخلية بمناطق السلطة. فمن المؤكد في يعني حالة من هذا النوع أن الرئيس الأسد سيفوز، ولهذا السبب هم يشترطون أن لا يشارك لأنه بيعرفوا أنه سيفوز، وإلا ما كانوا طرحوا شرط. فأنا بعتقد هذه أهم من المرحلة الانتقالية. طيب يعني بالنهاية عم نذهب إلى حل سياسي، المحور الذي ينتمي إليه الرئيس الأسد، إيران وروسيا والباقون هم الذين يربحون عمليا، يعني لأن الوضع مرتبط بتطور الجوانب الميدانية. الجوانب الميدانية اليوم باعتراف يعني حتى الرئيس الأركان الأمريكي بأنه الوضع الميداني اليوم لمصلحة النظام في سوريا. طيب أعود إلى طهران، وتلاحظون أعزائي المشاهدين أنه الصوت متشابه لأنه المترجم واحد، ونحن نشكره بأن تعبوا معنا اليوم في طهران. دكتور عوض حيدربور، طبعا اليوم صادر كلام عن الرئاسة السورية، يعني اسمحوا لي بالقسم الأول سنتحدث أكثر عن سوريا، بالقسم الثاني أكثر إيران وروسيا. عن الرئاسة السورية كلام أنه لا مبادرة سياسية ستكون وتنجح إلا بعد القضاء على الإرهاب. والنائب الروسي ألكسندر بوشتشنكو الذي زار الرئيس الأسد نقل عنه كلام أنه هو مستعد، الرئيس الأسد مستعد لتنظيم انتخابات بمشاركة كل القوى السياسية التي تريد ازدهار سوريا، لكن فقط حين تتحرر سوريا من مقاتلي داعش. السؤال المطروح حاليا، وبتصور السيد حسن نصر الله أجاب على جزء منه، أنه هل إيران وروسيا يمكن أن تتخليا عن شخص الرئيس بشار الأسد ولو بعد فترة من أجل الحل السياسي؟ السيد نصر الله قال أبدا، إيران لم تعتد على خداع من يقف إلى جانبها أو حلفائها. سؤال لك، هل يوما ما ستقبل إيران وروسيا التخلي عن رئيس بشار الأسد أو القبول بابتعاده عن الرئاسة؟ بله، من برداشتم این هست که ما أعتقده أننا نشهد في سوريا مقاومة إسلامية ومقاومة شعبية، وقيادة هذه المقاومة في سوريا يتولاها السيد بشار الأسد نفسه، وأعتقد أنه لن يقبل الشعب السوري بأي شكل أن يتنازل عن المقاومة ويخسر قائدهم. وإن المعلومات والإحصاءات التي لدينا تشير إلى أنه أكثر من 10 أو 15 مليون شخص يدافعون عن السيد بشار الأسد
وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد قامت باستراتيجية خلال السنوات الماضية وكانت تعتمد على الدفاع عن الأمم والمقاومة الإسلامية. وفي القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجد هناك دائما دعما عن أو دعما للمقاومة الإسلامية وخاصة سوريا التي تقف في الخطوط الأمامية لجبهة المقاومة. طيب سيد بور، اسمح لي أن أنقل السؤال، سأعطيك تفاصيل أكثر بعد الفاصل لأنه مضطرون للتوقف بعد قليل مع موجز للأنباء. أنقل السؤال أيضا إلى ضيفنا من روسيا. هل روسيا، لأنه في كلام كثير أنه روسيا دخلت إلى سوريا من أجل التخفيف من الحضور الإيراني، في كلام أكثر جدية يقول إيران ساهمت بإقناع روسيا بالمجيء، وثمت من يقول أنه الرئيس بوتين بنهاية الأمر قد يقبل بحل سياسي مع ابتعاد الرئيس بشار الأسد، أو يقبل بابتعاد الرئيس بشار الأسد عن الرئاسة. هل يمكن أن نعرف الموقف الروسي جدية الليلة ما هو بالضبط؟ أجل، بالنسبة لسوريا سياسة روسيا واضحة جدا. الأخصائيون الروس، وطبعا أنا أضع نفسي بينهم، يقولون أن روسيا قد دخلت في هذه العمليات العسكرية من أجل تقليل حضور إيران في هذه المنطقة، ومن أجل أن تكسب قوة أكثر، وهذا الأمر أصلا غير وارد في سياسة روسيا. طبعا نحن ننفيه، وإن العمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا لو لم تكن قد بدأت بها لم نكن لنسمع أي خبر عن نظام الأسد بعد أسبوعين من تاريخ دخول روسيا في هذه العمليات العسكرية. وإن عدم تدخل روسيا كان سوف يؤدي إلى تلاشي سوريا وكل المنطقة، وبالنسبة أهل روسيا التدخل سوف يكون مفيدا لأمنها ومصالحها وأمن المنطقة. وإن روسيا لم تكن لتقبل أن يكون الوضع مغايرا لما هو عليه الآن، وفي الواقع لم يكن هناك أي خيار أمام روسيا للتراجع عن هذه العمليات، ولذلك أقدمت عليها. وإن حكومة السيد بشار الأسد تتلقى دعما من روسيا، وإنها روسيا لا تريد لهذه الدولة وهذه الحكومة أن تتلاشى، ولو كانت الأطراف الأخرى قد أدت أو ساهمت في تلاشي هذه الدولة وهذه الحكومة لرأينا كيف حصل التقسيم في سوريا. ولم يكونوا ليكتفوا بتقسيم سوريا، بل كانوا سوف يأتون نحو إيران ودول القوقاز وغيرها من الدول، وكانوا سوف يعودون من هذه الدول إلى آسيا المركزية. وهذا سنتحدث عن كل ذلك لو سمحتم لي جميعا، سنتحدث عن كل ذلك بعد موجز للأخبار. مضطرون للتوقف قليلا، وأعطي الكلام أكثر بعد الموجز لمزيد من التفاصيل. ابقوا معنا لو سمحتم.
اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين لمواصله هذه الحلقه من لعبه الامم عبر قناه الميادين، نتحدث فيها عن العلاقات الروسيه الايرانيه، اين هي اليوم؟ كيف ستتطور؟ وما هو تاثير البلدين حاليا على سوريا؟ هل البلدان يساعدان الدوله السوريه حتى النهايه، حتى مع بقاء الرئيس بشار الاسد الى نهايه ولايته او الترشح للانتخابات مجددا؟ هذا كان القسم الاول. القسم الثاني سنتحدث اكثر عن هذه العلاقات الروسيه الايرانيه. فقط بشكل سريع دكتور طلال، قبل ان ننتقل مباشره الى صلب هذه العلاقات، هل برايك الايراني فعلا هو الذي ساهم باقناع الروسي للمجيء الى سوريا بالطائرات؟ نعم. للانخراط اكثر عسكريا؟ نعم، يعني اعتقد ساهم، نعم قد تكون دقيقه، بمعنى انه يعني الايراني قدم ربما كل المعطيات، كل الإمكانات، والدليل على ذلك زيارة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، مرة كانت معلنة ومرة ثانية لم يعلن عنها، لكن تبين أنه زار موسكو مرتين. يعني يقال أنه عرض خرائط بكل تأكيد وأعطى معلومات دقيقة عن الوضع العسكري. طبعا الروس عندهم خبراء، ولكن يبدو أنه كان في مخاوف حقيقية، يعني كان في مخاوف حقيقية من هجوم يشن يعني بأعداد ضخمة، يعني ما بين تركيا والسعودية تدعمه لتغيير موازين القوى، لاحتلال العاصمة أو لتطويق العاصمة. ولو حصل هذا الأمر يعني لخسرت إيران وخسرت روسيا كل ما فعلوه طوال 4.5 سنوات من دعم النظام ومن مواجهة المجموعات المسلحة التي تقاتل النظام. إذن أنا أعتقد نعم إيران لعبت دور مباشر ودور كبير في يعني تنسيق الموقف على الأقل، نعم، وفي الخروج بهذا القرار، وهو قرار كبير وقرار خطير. لأنه يعني كان آنذاك وزير الخارجية السعودي سيد عادل الجبير يقول أنه الأسد، الرئيس الأسد سيرحل بالسياسة أو بعملية عسكرية، وهذا كان المقصود أنه في نوع في عملية من العملية عسكرية. لأنه بعض التقارير نشرت أنه كان في استعداد لعملية عسكرية كبيرة. طيب، جوهر موضوعنا العلاقات الإيرانية الروسية، لمحة تاريخية ولو بشكل سريع. عرفت العلاقات توترات كثيرة عبر التاريخ، تخللها احتلال للأراضي الإيرانية في الحرب العالمية الثانية. يقول البروفيسور الروسي فلاديمير ساجين أو ساجين، الخبير في معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم، خلال 500 عام عرفت العلاقات الروسية الفارسية كل شيء. عرفت حربين في القوقاز في القرن 18، اتفاقية صداقة سوفيتية إيرانية عام 1921 تسمح بدخول القوات إلى إيران إذا جرى تهديد حدودها، ولذلك لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بأي محاولة لإقامة قاعدة عسكرية على الأراضي الإيرانية قبل الثورة. 1958 إيران تنضم إلى حلف بغداد المناهض للسوفييت. في ستينيات القرن الماضي بدأت العلاقات بالتحسن، أقام الاتحاد السوفيتي نحو 60 شركة في إيران وأسهم في تأهيل كوادر عسكرية ومتخصصين إيرانيين في مجالات مختلفة، حتى لما كانت إيران أبرز حلفاء أمريكا في المنطقة أيام الشاه. الثورة الإيرانية كانت حذرة طبعا من المد الشيوعي، لكن العلاقات أخذت في التحسن الطفيف، خصوصا بعد وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى السلطة. منذ عام 2010 باشرت روسيا ببناء مفاعل بوشهر النووي، راحت تحدث بعض السكك الحديد ومشاريع أخرى. روسيا صوتت مع ذلك على قرارات منع إيران من تطوير برنامجها النووي على العقوبات، وأوقف الرئيس مدفيديف عقدا كانت روسيا وإيران قد وقعتاه عام 2007 لتسليم إيران نظام صواريخ أرض جو S-300. مع ذلك فإن روسيا عرضت أي عمل عسكري ضد إيران. هذا باختصار التاريخ، الواقع الحالي سنشرحه بعد لحظات. أذهب إلى ضيفنا في روسيا. هل تريد أن تضيف شيئا على هذه اللمحة ولو سريعة؟ أعتقد أن المترجم ربما عانى صعوبات في نقل هذه السرعة. هل تريد أن تضيف شيئا إلى هذه العلاقات التاريخية بين البلدين، وما هو واقعها حاليا في كلام عن تطوير العلاقات التجارية إلى 40 مليار دولار في السنوات المقبلة؟ في روسيا السياسة الخارجية الأساسية بالنسبة للتعامل مع إيران هي سياسة بعيدة المدى، والهدف الأساسي لهذه السياسة هو أن روسيا تعتبر إيران دولة من دول الجوار القوية، وإن علاقات استراتيجية على المستوى البعيد قد تكون مفيدة لها، وإيران دائما كانت دولة من دول الجوار وكان يمكن الاعتماد عليها،
وإلى الآن لم تقم إيران بأي عمل ضد روسيا، وإن إيران لم تهدد مصالح أو أمن روسيا في أي وقت من الأوقات. لذلك هناك نظرة إيجابية حول إيران. للأسف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت هناك حكومة للسيد يلسن، وبالجزء الأول من سلطة السيد بوتين كان هناك جو انحدرت فيه روسيا نحو الأجواء الغربية ونحو أمريكا، وأرسلت نفسها نحو هذه الدول، دول الغرب وأمريكا. وإن السياسة الاقتصادية لروسيا وحتى كل البرنامج أو السياسة الروسية كانت تعتمد على الغرب، وكانت تنتهل هذه السياسة من الغرب. وأعتقد أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان سعر برميل النفط حوالي 10 دولارات، وبعد تلك الفترة كان هناك انهيار في النظام المالي الروسي، وكانت بحاجة إلى المساعدات الغربية من أجل منع انهيار روسيا نفسها. وكان الغرب يستغل هذه الظروف، وكان يضع الكثير من الشروط التعجيزية أمام روسيا. ويمكننا أن نقول أنهم قد سيطروا على روسيا، وفي السياسة الخارجية أيضا السياسة الداخلية في روسيا كان الغرب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. وحتى إن الميزانية الروسية كان يتم الموافقة عليها من قبل أمريكا، وإن الوزارة المالية في روسيا كان لديها 18 متخصص من أمريكا، وكانوا دائما يجلسون ويحددون ما هي الأمور التي يجب أن يتم تمويلها من الناحية المالية، وما هي الأمور التي كان يجب علينا في روسيا أن نستغني عنها أو لا نضعها في الميزانية. وأنا متأكد أن الميزانية العسكرية كانت تقل في تلك الفترة، وفي العقد الأول من حكم السيد يلسن كانت خسارة الحكومة الروسية لا متناهية، ولا يمكننا حقيقة أن نحسب أي شيء في تلك الفترة. وتلك الفترة كانت مظلمة جدا، ولم يكن لروسيا أي حق في أن تدافع عن مصالحها، وهذا قد أثر على علاقة روسيا وإيران وحتى روسيا. طيب جيد سيد سفوروف، هذه اللمحة التاريخية. اسمح لي أن ننتقل إلى عصر الرئيس فلاديمير بوتين، طبعا بما تضمنه أيضا من عصر الرئيس ميدفيديف، من نهاية الرئيسان متحالفان ويتبعان السياسة نفسها تقريبا. وهنا أنتقل إلى السيد بور، هل نحن الآن يعني أيضا، أنا أعتذر مرة ثانية من المترجم، يعني أنا عارف أعطيك الضيف بعد ضيف مباشرة، ولكن يعني ليس لدينا حل آخر في الوقت الراهن بالدور للضيوف. السيد بور، هل نحن أمام علاقات استراتيجية جدية الآن بين روسيا وبين إيران؟ يعني لا يمكن لهذا التحالف، أو لنقول هو تحالف مصيري، لا يمكن أن يتحلل بعد فترة، بعد عام، بعد عامين، ولماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مجدد خدمات شما هستیم. أرحب بكم مجددا. في السنوات الأخيرة قد شهدنا فصلا جديدا من العلاقات بين روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أشار أصدقاؤنا إلى كيف بدأت روسيا في علاقاتها مع إيران، سواء من الناحية العلمية وسواء من الناحية التخصصية والتقنية. وأنتم قد شاهدتم أنهم
قد ساعدونا في موضوع الملف النووي، ويمكننا أيضا أن نقول أن هناك فصلا جديدا من التعاون الإقليمي والاستراتيجي بين روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأجدد فصوله هو الائتلاف الحاصل حاليا بين إيران وروسيا من أجل المساعدة أو مساعدة الشعب السوري، وكان لديه نتائج إيجابية جدا. وأعتقد أنه خلال السنة القادمة والسنوات القادمة وحتى العقود القادمة سوف نشهد علاقات استراتيجية وجديدة بين إيران وروسيا بصفتهما دولتان عظيمتان وكبيرتان في المنطقة، وسوف تستمر هذه العلاقات، وخاصة في مجال مقارعة الإرهاب، وهذا يعتبر من إحدى أبعاد التعاون الأساسية والمهمة بين إيران وروسيا، وأعتقد أن هذا التعاون سوف يستمر. أظن لنتحدث حاليا عن، لو سمحت سيد بور، لمحة حالية عن العلاقات والمصالح المشتركة بين إيران وروسيا ولو بشكل سريع. هذه المعلومات التي سنراها على الشاشة، هناك كما تفضلت تعاون في سبيل مكافحة الإرهاب، خصوصا أن للبلدين مناطق مقلقة لا فقط في سوريا وإنما في القوقاز وآسيا الوسطى، تعاون للطاقة والنفط والموارد الطبيعية في بحر قزوين مع ثلاث دول أخرى، تعاون في منظمة شنغهاي سنعرف عنها أكثر بعد قليل، التي تحمل بين أهدافها مبادئ تصحيح الخلل الدولي وإقامة عالم متعدد الأقطاب ومواجهة الخطر الأطلسي. التبادل الحالي يتمحور حول 2 مليار دولار في العام، وقد قام البلدان بنحو 4 مليارات دولار في العامين الماضيين. ووفق رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وروسيا أسد الله عسكر أولادي، مرشح هذا التبادل الارتفاع إلى 10 مليارات دولار خلال 4 سنوات. ووفق ما صرح رئيس مجلس الأعمال الروسي الإيراني فيكتور ميلينيكوف، خصوصا بعد رفع العقوبات، وحسب وكالة نوفوستي فأن روسيا وإيران اتفقتا خلال العامين الماضيين على مشاريع مشتركة تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار. موسكو تبحث منح إيران قرضا بقيمة 5 مليارات دولار، منح إيران 5 مليارات دولار بغرض تمويل مشاريع مشتركة في مجال البنية التحتية وغيرها. دكتور طلال، نتحدث عن القلق من الإرهاب، يعني معروف أنه الرئيس فلاديمير بوتين يقول وهو صرح بذلك أنه نحن نقاتل بسوريا أيضا في مواقع متقدمة الإرهاب، ويخشى من هذا الإرهاب في مناطق الاتحاد السوفيتي سابقا القوقاز وآسيا الوسطى. هل قلق مشترك إيراني روسي، ولماذا في تلك المناطق؟ نعم، يعني العلاقات الروسية الإيرانية جزء منها كما تفضلت في يعني مصالح متبادلة، نفط وغاز ومحطات نووية ومشاركة وبيع سلاح ومنظومات دفاعية إلى إيران، وفي يعني تفاهم على قضايا استراتيجية، منا محاربة الإرهاب، ومنا يعني منع الولايات المتحدة الأمريكية من محاصرة روسيا أو محاصرة إيران. صحيح، ومنع التفرد بالقرار العالمي. والقرار العالمي وقرار الدولي، أنا أذكر تماما أنه وزير خارجية لافروف في بداية الأزمة في سوريا قال أنه مستقبل سوريا سيحدد مستقبل النظام العالمي الجديد، وهذا يفسر يعني الانخراط الروسي والانخراط الإيراني في الأزمة في سوريا. تذكر أيضا دكتور طلال أنه بال 2008 الخطاب الشهير لبوتين في ميونخ حدد أيضا مستقبل العلاقات الدولية، أنه لا يمكن أن يكون هناك أحادية قطب النهائي. هذا واضح أن هناك تفاهم استراتيجي على رفض الأحادية الأمريكية بين إيران وروسيا، بين إيران وروسيا، وعلى بذل كل الجهود لمنع الولايات المتحدة الأمريكية من تطويق إيران أو تطويق روسيا سواء في الشرق الأوسط أو في آسيا الوسطى. محاربة الإرهاب وللأسف سوريا تدفع ثمن كبير، يعني طبعا يعني هي مسرح اليوم كما كانت صحيح. يعني بلدان أخرى مسرح في السابق. محاربة الإرهاب هي أحد هذه الوجوه في التعاون الاستراتيجي لمنع يعني الوصول إلى روسيا أو إلى الدول المجاورة لروسيا، أو حتى لمنعه من وصول إلى إيران أيضا. يعني من يقول بأنه لو سقط النظام في سوريا هؤلاء يعني عشرات الآلاف من التكفيريين الذين أتي بهم من كل بلدان العالم، من يقول بأنه لن يعودوا إلى
روسيا أو لن يعادوا إلى إيران إلى المناطق المتاخمة لباكستان أو لغيرها. لهذا السبب نعم. طب دكتور طلال، يعني دعني أستفيد من معلوماتك في هذا الشأن، أنه بالنهاية في منطقة آسيا الوسطى، في منطقة القوقاز، بالنهاية في إسلام، يعني ربما يدعي الإسلام ولكن في تطرف، في إرهاب. يعني حين نقرأ مثلا أجهزة الأمن في دولة كطاجكستان تتحدث عن 5000 مقاتل في داعش فقط. هنا أريد أن أعرف أكثر بين إيران وبين روسيا، أين هو محور القلق في تلك المنطقة وماذا يفعل البلدان؟ أنا شفت يعني أحد أمين عام منظمة الأمن الجماعي في روسيا يعني بيقول 57,000 موقع لتجنيد سكان آسيا الوسطى في صفوف داعش. 57,000 موقع، يعني صوب كل موقع جند واحد. نعم. ففي خطر حقيقي من يعني هذه الموجة العامة في البلدان الإسلامية، ومع الدعوات إلى يعني مواجهة الحرب الصليبية أو مواجهة الكفار بنوع ما تكرار لتجربة أفغانستان، باعتبار أنه الاتحاد السوفيتي الكفار احتلوا دولة مسلمة. اليوم في نوع من تكرار للمصطلحات نفسها والمفاهيم نفسها. روسيا نعم تخاف، في خوف حقيقي، لأن هذا الاتجاه التكفيري لا يعمل من تلقاء نفسه. صحيح هو عقائده يبنيها من تلقاء نفسه، وفي مدارس دينية تدرس وفي اتجاهات متشددة، لكن حركته تنقله ولا يحصل من تلقاء نفسه. يعني هو عندما ينتقل عشرات الآلاف إلى سوريا من تونس أو من يعني طاجكستان أو من مسلمي الصين أو من غير هذا، يحتاج إلى أجهزة استخبارات عالمية لتنقلهم من مكان يعني إلى آخر. بشكل أوضح الأطلسي يسهل مرور هؤلاء الإرهابيين بالاتجاهين، من آسيا الوسطى باتجاه الشرق الأوسط، ومن الشرق الأوسط باتجاه آسيا الوسطى إلى آسيا الوسطى. وهذا خوف حقيقي وجدي. لهذا السبب عندما تقول روسيا أنه أحد، أنا أعتقد أنه هذا أحد أهدافه، أنه مقاتلة الإرهابيين حتى لا يعودوا ويقاتلوا في مكان آخر أو في روسيا نفسها أو في البلدان التي تقع تحت النفوذ الروسي. هذا خطر حقيقي وخطر جدي، لأنه هو ذراع الأطلسي في منطقة آسيا الوسطى. أوكي. سيد سفوروف، هل تشعرون طبعا كروس أنه فعلا الحركات الإرهابية، الحركات المتطرفة تنامت كثيرا في السنوات الأخيرة، في العقد الأخير، وكيف يمكن للتعاون الروسي الإيراني أن يقمع أو يساهم في قمع أو في التخفيف من هذه الحركات في المناطق الملتهبة طبعا؟ في العقد الأخير شهدنا كيف أن أمريكا وبعض الدول العربية، دول الخليج العربي، دول الخليج الفارسي، قد بذلت كل جهودها من أجل إيجاد هذه الحركة الإرهابية في المنطقة، والسعودية من ناحية، وقطر أيضا، وبعض الدول التي كانت تتعاون معهم والتي كانت ترضخ لسيطرتهم نوعا ما، وللأسف تركيا أيضا دخلت في هذا الأمر، وكان ذلك بقيادة من أمريكا وبمساعدة من إسرائيل، وقاموا بتخريب دولا مثل العراق وسوريا. وما نراه الآن في سوريا هو البرنامج الذي كانوا قد وضعوه هم، والسياسة التي كانوا قد وضعوها، وهذا البرنامج لم يكن من المقرر له أن يمتد إلى المستوى العالمي، ولم يكن مقررا له أن يتبدل إلى قوة جيوسياسية. وهذا الطفل الذي ربوه قد كبر الآن، وأراد وبات يريد أن يحكم هو بنفسه، ويريد أن يهدد مصالح هذه الدول. ولكن في البداية كان هدف هذه الدول هو تغيير
تغيير الوضع في العراق وتأزيم هذا الوضع من أجل أن لا يكون هناك أي حضور لإيران ولا يكون هناك أي تعاون مع إيران، وأيضا أن يكون هناك خلاف ونزاع بين إيران بين عفوا الشيعة والسنة في العراق. وأيضا كانوا يريدون أن يزيلوا نظام الأسد ويريدون أن يقللوا من حضور ودور إيران في المنطقة، وأيضا كانوا يريدون أن يقللوا من حضور روسيا في المنطقة والدول التي كان لديها علاقة مع روسيا، كانوا يريدون أن يقللوا هذه العلاقات مع هذه الدول. والآن نرى أن المواجهة مع الإرهاب الدول التي وافقت عليها بعض الدول دول الخليج الفارسي هي نظرة مشتركة بين إيران وروسيا، والآن الوضع بين إيران وروسيا أو العلاقة بينهما قوية جدا، وهذا التعاون سوف يذهب إلى المستوى الاستراتيجي، وأعتقد أن الائتلاف بين روسيا وإيران سوف يصبح قدرة أو قوة كبيرة في المنطقة، وإن السعودية وغيرها من دول الخليج الفارسي وأمريكا وأوروبا وأكثر وأيضا تركيا قلقون جدا من هذا الائتلاف، وهم يسعون إلى أن لا يتقدم هذا الائتلاف أبدا. ولذلك وزير الخارجية السعودي يريد أن يأتي إلى روسيا وأن يتحدث مع السيد بوتين. دعنا نفصل قليلا سيد سافوروف هذه العلاقات الروسية الإيرانية مع السيد بور. سيد بور، أرجو أن يعني تستمع إلى هذه المعلومات بشكل سريع وتضيف إليها ما تود أن تضيفه. يعني هناك على الأقل تجمعان أساسيان غير التعاون الروسي الإيراني المباشر في سوريا وبعض المناطق هنا وفي ضرب الإرهاب. عندنا قمة الدول المشاطئة لبحر قزوين، وهذه مهمة جدا التي عقدت، تضم 5 دول هي روسيا، إيران، أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان. اتفقت في قمتها الأخيرة في أيلول سبتمبر الماضي على مجموعة قرارات، أهمها تقاسم ثروات البحر، وثانيها عدم السماح لأي قوة عسكرية لغير هذه الدول الخمس بالوجود عند شواطئ البحر بحر قزوين. أما المنظمة الثانية التي سنتحدث عنها شنغهاي فقط بعد أن نتحدث عن بحر قزوين، لأنه مهم في الواقع. مساحة بحر قزوين إذا رأيناها أيضا على الشاشة لو سمحتم، مساحة بحر قزوين الواقع في غرب آسيا تبلغ 371,000 كيلومتر مربع، ما يجعله أكبر بحر مغلق في العالم. لذلك أصر بوتين على تشريعات خاصة به على اعتباره بحيرة كبيرة ولا تنطبق عليها تشريعات البحار من الأمم المتحدة. يبلغ طول البحر 1,200 كيلومتر، عرضه 300 كيلومتر، يصل عمقه في بعض المناطق إلى أكثر من 1,023 مترا، تصب فيه أنهار يأتي أبرزها كما تلاحظون على الخريطة من روسيا أولا، مثل الفولغا، نهر الفولغا الشهير، من أذربيجان، من إيران، الأمر الذي يساهم في إنتاج كميات ضخمة من الكافيار إضافة إلى القصص الأخرى. عليه تقوم جزر كثيرة معظمها غير مأهول حتى الآن. ثروات نفطية لبحر قزوين هائلة بكل ما للكلمة من معنى، ثمة حديث عن 70 إلى 80 مليار متر مكعب، يعني تقريبا أكثر بمرتين من احتياطي السعودية، احتياطي هذا البحر، ما يجعله طبعا كبير جدا ومهم جدا على المستوى النفطي، إضافة إلى 250 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. هذا بالنسبة للثروات. أما بالنسبة لقمة شنغهاي، وهذا مهم جدا بين البلدين، فهي منظمة شنغهاي تضم كلا من الصين وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان أو قرغيزيا كما يسميها البعض. يجري العمل على تغيير النظام الداخلي لجعل كل من إيران والهند وباكستان كاملات العضوية. بعض قرارات المنظمة توضح أن الهدف هو مواجهة الهيمنة الأمريكية، مثلا قرار قمة 2005 طالب واشنطن بغلق قواعدها العسكرية في آسيا الوسطى. كذلك فإن دول شنغهاي أجرت مناورات عسكرية مشتركة كمناورات عام 2007 في الصين وجبال الأورال الروسية، ناهيك عن تدعيم الروابط الاقتصادية بين دول المنظمة عبر التوجه لتأسيس ناد للطاقة ومصرف مالي وصندوق للتنمية. في قمة شنغهاي في طاجكستان جرى تأكيد
أن تطوير أنظمة دفاع صاروخي بشكل أحادي يقوض الأمن العالمي، هذا ضد الأطلسي طبعا، وأن أعضاء المنظمة يرون أن الأمن القومي لا ينبغي أن يتحقق على حساب أمن بلدان أخرى. وبوتين أعرب عن القلق من التهديدات المتزايدة من قبل الأطلسي وتحدث عن برنامج تعاون تجاري واقتصادي. أكدت القمة أيضا، وهذا مهم، أن الأزمة السورية يمكن حلها، الأزمة السورية يمكن حلها بالحوار والوسائل الدبلوماسية فقط. سيد بور، أعتقد أنك استمعت إلى كل هذه المعلومات، وأنا تعمدت أن أطيلها قليلا لنريح المترجم قليلا ولكي تعود معنا بعد أن قطع الاتصال. أمل أن تكون قد استمعت إلى كل ما تقدمنا به. هل الآن يمكن الحديث عن تحالف استراتيجي جدي بين إيران وروسيا يمكن ألا يتغير مع الأيام؟ خصوصا أنه نعرف أنه إيران تملك رابع أكبر مخزون للنفط في العالم وثاني أكبر مخزون للغاز، وهذا قد يتناقض مع المصالح الروسية نفطيا في لحظة معينة. نحن نعتقد أنه في الظروف الموجودة في العالم، حيث بات الجميع يظنون أو يدركون أن نظام القطب الواحد لا يمكن أن يحكم في العالم، ويجب أن يكون هناك نظام مبني على الاشتراك، اشتراك أو تشارك القدرات بين الدول، وخاصة في منطقتنا. وفي منطقتنا نجد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا هما دولتان قويتان ويمكنهما ولديهم منتوج داخلي كبير، ويمكنهما أن يكونا مؤثران في المنطقة. لذلك هذا الائتلاف الذي تشكل حاليا ليس ائتلافا عسكريا فقط، بل لديه أبعاد أخرى، أبعاد مختلفة. نحن نتحدث هنا عن التبادل الثقافي، التبادل الاقتصادي، وحتى نتحدث عن التبادل العسكري. وفي نفس الوقت في هذا الائتلاف هناك مواجهة لنظام السلطة، ونحن بما أننا نواجه نظام التسلط الذي كانت تمارسه أمريكا والغرب، وطبعا هذا بإرادة من شعوبنا، طيب في المستقبل يعني سوف نستمر به. اسمح لي بالمقاطعة، ولكن أعزائي المشاهدين لحظات ونعود لاستكمال هذا البرنامج، ابقوا معنا لو سمحتم. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين في جزئه الثالث والأخير. نتحدث عن العلاقات الروسية الإيرانية. ربما لاحظتم في القسم الثاني العلاقات غنية جدا، هناك العديد من المنظمات الدولية، في الواقع هناك مصالح كبيرة بين البلدين. لكن كيف ينظر الإيراني المواطن العادي إلى علاقات بلاده مع روسيا؟ بشكل سريع نستمع إلى بعض الإيرانيين. روسيا دولة عظمى يمكن أن تؤثر في القرارات الدولية، وإيران قوة في المنطقة والشرق الأوسط، لذا فإن تعاون الطرفين يمكن أن يزيد من مستوى قدرتهما في المنطقة. نلاحظ أن الدور الروسي وخاصة في الشرق الأوسط أصبح مؤثرا، وإذا ما عززنا تحالفنا معها فسيكون دورنا أكثر تأثيرا.
كما أن روسيا لم يكن لها أي دور سلبي تجاه إيران، وأتمنى أن تتعزز هذه العلاقات أكثر. لأن روسيا لها سياسة تخالف السياسة الأمريكية، فهذا يقوي علاقتها مع إيران، والتحالف بين البلدين يمكن أن يدعم سوريا، وأعتقد أن العلاقات بين روسيا وإيران مهمة للمنطقة. أتمنى أن تتعزز علاقتنا مع روسيا لأنها لمصلحة البلدين، وتحالفنا معها سيكون مؤثرا في مواجهة الإرهاب، وخاصة بعد التدخل الروسي في سوريا. أعارض أن تكون لنا علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية مع الصين فقط، فإيران يجب أن تكون لها علاقات مع كل الدول على أساس المصالح المشتركة، لأن شعبنا عانى مشاكل عدة وحان الوقت لدعمه. دكتور طلال، واضح أنه الناس متفائلة بهذا التقارب، الإيرانيون. طيب، يعني سأعود إليك بالسؤال الذي ختمنا به مع سيد بور، وللأسف يعني حصل انقطاع للخط. يعني في مصالح نفطية عند إيران، في مصالح نفطية عند روسيا. الآن إيران صارت تتقارب أكثر، أو الغرب يتقارب أكثر مع إيران، شركات غربية كثيرة تذهب إلى إيران. ما الذي سيدفع إيران للحفاظ على أولوية العلاقة الاستراتيجية مع روسيا؟ عندما يعني أعلن عن الاتفاق النووي بين إيران وبين الغرب، كتب البعض، كتب الكثير يعني إلى حد ما، أنه يعني ستتراجع العلاقات الإيرانية الروسية، وأنه إيران والغرب يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية سيصبح الطريق مفتوح لكل أنواع العلاقات، خصوصا أنه إيران بحاجة ل يعني التكنولوجيا الغربية. صحيح. وتطوير آبار النفط وما شابه ذلك. لكن 400 مليار دولار لتطوير الآبار يعني. أيوه يعني، لكن مباشرة كان في أكثر من مؤشر على أنه لا، العلاقات الإيرانية الغربية لن تكون على حساب العلاقات الإيرانية الروسية. أولا يعني موقف مرشد الثورة اللي عمل حد أنه نحن لا نزال على مواقفنا، ونحن يعني لا يمكن أن نسمح للولايات المتحدة الأمريكية باختراق إيران اقتصاديا وثقافيا، واعتبر أنه يجب أن نحافظ على الاقتصاد المقاوم وأن لا نغرق في الاقتصاد الاستهلاكي كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، لكن صحيح لي معلوماتي بالنقطة الأولى، هل تحدث عن متانة العلاقة السيد علي خامنئي مع روسيا؟ هل ذكرها مرة مثلا؟ لا، لم يتحدث يعني بالمقارنة، لكن عمليا عندما نستند إلى الأرقام التي تفضلت بها، أنه هناك يعني مشاريع على المستوى النووي عشرات المليارات، على مستوى البنى التحتية، على مستوى سكك الحديد، على مستوى الطاقة، كل هذه المسائل، وهذه كلها حصلت بعد الاتفاق النووي، يعني خلال الأشهر الأخيرة. هذا يعني أن هناك يعني تطوير للعلاقة الإيرانية الروسية. طب إيران تريد أن أكمل نقاطك، عفوا يعني أنا قطعت. النقطة الثالثة، وأنا برأيي هذه نقطة مهمة أيضا، أنه يعني الاتفاق حول البرنامج النووي والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل على قاعدة التفاهم مع الولايات المتحدة، حصلت تحت سقف الاشتباك. تحت سقف الاشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية حصل اتفاق على البرنامج النووي، لكن خيارات إيران الحقيقية، أو على الأقل خيارات القيادة الإيرانية، المرشد الحالي لإيران، هي خيارات لا تزال يعني خارج العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. البديل الفعلي لهذه العلاقة هي روسيا والصين. أيضا العلاقة مع الصين تطورت. في ثقة جدية إيرانية بروسيا؟ يعني أنا أعتقد أنه المصالح المتبادلة تجعل هذه الثقة جدية، التهديد المشترك يجعل هذه الثقة جدية، مشروع الأمريكي بمنع أي قوة إقليمية مثل إيران أن تكون صاحبة قدرة ونفوذ، ومنع أي قوة دولية مثل روسيا أيضا ومحاولة محاصرتها أيضا مع الصين، يجعل هذه العلاقة متينة وجدية واستراتيجية. لأنه صار حديث جدي عن تحالف رباعي، إيران، روسيا، العراق، سوريا. العراق لا يزال يعني في مرحلة ضبابية، ولكن هل نحن نتجه بهذا الاتجاه برأيك؟ يعني أنا برأيي هذا التحالف ظرفي لمواجهة الإرهاب. ربما لو حصل القضاء على الإرهاب يعني قد يكون يتغير، أو يكون قاعدة لتأسيس يعني تحالف في مجالات مختلفة. طيب، إضافة إلى المنظمات، قبل أن أعطي الجواب لضيفي في روسيا وإيران، خريطة لأنبوب النفط باكو من جهان، أنبوب مهم جدا
باكو، تبليسي، جيهان كما نلاحظ، أو إلى جيهان الأحرى في تركيا. نلاحظ أعزائي المشاهدين على خريطة هذا النفط الذي يأتي من بحر قزوين، أذربيجان، تبليسي في جمهورية جورجيا، ثم يصل إلى تركيا. هذا الخط مهم في تقديراته، ثاني أطول أنبوب في العالم، البعض وصفه بأنه أنبوب القرن، استغرق بناؤه 11 عاما. يمتد الأنبوب في منطقة آسيا الوسطى، القوقاز والمتوسط، يقوم بنقل الغاز الخام الآذري من بحر قزوين عبر أذربيجان، جورجيا، تركيا، صوب الأسواق العالمية. احتياطي ربما يصل إلى 300 مليار برميل، يقول بعض ربما هذا فيه مغالاة، ولكن احتياطي الغاز يقترب من 250 تريليون قدم مكعب. الهدف منه طبعا هو ضرب الهيمنة الروسية على القوقاز والسماح لجورجيا وأذربيجان دفاع عن استقلالهما ضد روسيا. سيد سافوروف، طبعا هنا أيضا في موضوع الطاقة في اتجاهان، اتجاه يقول روسيا وإيران إن تعاونتا سيغيران مجرى الطاقة في العالم، خصوصا في أوبك وغير أوبك، والبعض الآخر يقول لا، في تنافس بين البلدين، إنه إيران تريد أن تصدر الغاز بنهاية الأمر إلى أوروبا وروسيا أيضا، وقد يحصل تنافس. ببينيت هم روسية وهم إيران، روسيا من جهة وإيران أيضا، هما دولتان تملكان أقوى أو أكبر القدرات في الطاقة، والآن تجدون كيف أن النفط هو قوة أو هو مصدر طاقة مهمة، ونجد كيف أن إيران لديها مركز هام في إنتاجه وفي تخزينه، والآن هذان أو هاتين الدولتين إذا ما كان لديهما برنامج منسق في موضوع الطاقة، أعتقد أن سياسة التسعير وسياسة نقل النفط والغاز لدول المنطقة سوف تتغير، وسوف تكون هذه أو هذا البرنامج سوف يكون مؤثرا في ذلك. وإن أمريكا والغرب يخافون من أن يكون هناك ائتلاف أو ائتلاف طاقة بين إيران وروسيا إلى جانب الائتلاف الجيوسياسي، ومن ناحية أخرى إن أوروبا والدول الأخرى سوف تصبح بحاجة إلى هاتين الدولتين، وإن السعودية والكويت وغيرها من الدول التي تصدر الطاقة إلى أوروبا وغيرها من دول المنطقة سوف يقل مستوى تصديرها. والآن في سوق النفط نجد أن المشترين هم أكثر سلطة من البائعين، وهم الذين يحددون وهم الذين يبتزون حتى البائعين، وذلك وإيران تطلب من الدول الأخرى أن تقف بالقرب من بعضها البعض وأن تخرج من حالة التنافس إلى حالة الشراكة والتعاون الاقتصادي، وهذا يمكنه أن يغير وضع السوق العالمي. نحن نتحدث هنا عن سوق الطاقة، وإذا ما تعاونت هاتين الدولتين القويتين من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الطاقة ومن ناحية العسكر ومن ناحية العسكرية سوف صحيح. وبالنسبة وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار المكانة الاستراتيجية والمكانة الجيوسياسية لهاتين الدولتين، فسوف يكون لديهما الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الموضوع، وأعتقد أن الدول الأخرى سوف تستمع لهما، ولن يكون لأمريكا أي قدرة على أن تحكم لفترة أطول وتتحكم بأمور الطاقة في المنطقة، ولا يمكن لأمريكا أن تدافع على كل عن أي طرف تريده كما سيد سافوروف. على كل حال، الدليل على هذا التعاون مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران وبين روسيا، بشكل سريع ما حصل فيها تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، هذه مؤخرا تعاون في مجالي الكهرباء والمياه من المشاريع المطروحة، اتصال شبكة الكهرباء الإيرانية بالشبكة الروسية عبر أذربيجان، إنشاء محطات كهربائية، التعاون في مجال النقل، إنشاء خطط سكك حديد في إيران، التعاون في مجال الاتصالات، التعاون البنكي والمالي
والمصري في فتح النقاش حول الموضوعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك؟ يعني من يشاهد كل هذا التعاون يدرك أنه البلدين مقبلان على شيء كبير وليس شيء ظرفي. بعض أسئلة المشاهدين بشكل سريع قبل أن أعطي الكلام للسيد بور. هل يؤثر الوجود الروسي والإيراني سلبا أم إيجابا على سوريا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ هل ستضغط كل من إيران وروسيا على تركيا؟ هذا سؤال مهم سيد بور. هل ستضغط كل من إيران وروسيا على تركيا من أجل التعاون للقضاء على الإرهاب خصوصا في سوريا؟ ولماذا لا يتم توسيع التحالف ليضم جميع الدول الفاعلة المعادية للغرب وأمريكا؟ طبعا أنا لا أذكر الأسماء لأنكم تشاهدونها على الشاشة. وما هي المعايير التي تعتمد عليها أمريكا بأنها تدعم المسلحين المعتدلين؟ هل من الممكن أن تشن إيران معركة مباشرة ضد دول الخليج أو تركيا؟ يا أخوان ادعوا للسلام وليس للحروب. وهذا طبعا السؤال الأخير. إذن السؤال المهم بين هذه الأسئلة سيد بور، هل إيران وروسيا لديهما القدرة للضغط في المرحلة المقبلة أو التأثير على تركيا للتخفيف من هذا الغلو في الكلام عن سوريا؟ خصوصا أن وزير الخارجية يقول قبل يومين قصفنا الكرد ولن نسمح لأي دولة أن تقوم بأي شيء حتى داخل الأراضي السورية لا تقبل به تركيا. طبعا هذا هو السؤال الأخير. أجل، أعتقد أنه في الظروف الحاكمة في المنطقة بات على تركيا أن تجدد النظر بشكل أساسي في تصرفاتها في المنطقة والتعاون الذي كانت تقدمه للإرهابيين، وإن على تركيا أن تغير سياساتها في المنطقة، ويجب أن تتجه نحو إرادات الشعوب في المنطقة وخاصة الشعب السوري، وأن تتراجع عما تقوم به. وأنا أعتقد أن المسؤولين في تركيا قد شاهدوا النتائج التي حصلت نتيجة الائتلاف الحاصل بين إيران وروسيا، وأظن أنهم باتوا يفكرون جديا في تغيير سياساتهم في صالح المنطقة وفي صالح سياسات المنطقة. طيب، شكرا لك سيد بور، شكرا لك سيد سفوروف. أختم معك دكتور طلال. الآن يعني من حصيلة هذا النقاش في هذه الحلقة نفهم أنه التعاون الروسي الإيراني تعاون كبير له مستقبل كبير، وأنه لا يمكن لروسيا وإيران أن تتخليا عن الدولة السورية برئاسة الرئيس بشار الأسد. نعم، أنا أعتقد هذا صحيح، لأن على الأقل لمرحلة رئاسية مقبلة يعني تمتد 7 سنوات، لأنه بعد ذلك نعم قد يكون الوضع مختلف، قد يكون انتخابات يعني جديدة، أو قد يكون الوضع في سوريا مختلف على المستوى الداخلي. جزء من التفاهم، جزء من يعني المعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية هو دعم النظام وبقاء الرئيس بشار الأسد، لأنه غيابه لا أحد يعرف من هو البديل، ما هي سياسة النظام الجديد في سوريا، حكما سيكون نظاما في بالنهاية هذا محور يعني سيكون في المحور الآخر يعني لا بالنهاية تحديدا. محور قاتل مع بعضه وسيبقى مع بعضه. شكرا لك دكتور طلال العتريسي. أشكر ضيوفي الكرام دكتور طلال العتريسي باحث في الشؤون الإقليمية من موسكو، السيد رجب سفوروف مدير مركز دراسة إيران المعاصرة، من طهران دكتور عوض حيدر بور عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من لعبة الأمم عبر قناة الميادين.